أقوى العروض والخصومات في رامز مول وجميع الفروع: الشارجة، عجمان، راس الخيمة، أبو ظبي. تاريخ 19 و20 و21/8/2021، وإلحق ما تلحق. العودة للمدارس تبدأ من رامز، أكبر تجمع لأدوات المدارس بتشوفونها في رامز الحين، وأسعار روعة جدا جدا في رامز. جميع الأحجام مياه ستار من 6 دراهم الشدة بدرهمين و95 وشامل الضريبة. صرخة في وجه الغلاء، رامز ما شاء الله محلاتهم كبيرة جدا، وكل اللي تبغيه متوفر عندهم، ودائما أسعارهم رخيصة مع خصومات أو بدون خصومات. شوف مع الخصم شو عندنا. عندنا كيلو البطاط بدرهم و95، وكيلو البصل أيضا درهم و95 فلس. هالأيام موسم الهمبا، الهمبا الباكستاني، العرض رهيب جدا، 4 دراهم و95 للكيلو في كل فروع رامز. هذه الخصومات وهذه الفواكه موجودة. شوف العرض وصل وصل وصل. الرمان اليمني يا سلام، أحلى رمان في السوق، الكيلو 6 دراهم و95 فلس. وأيضا عندنا الموز ب93. كل أنواع اليح أو البطيخ متوفر عندهم. العرض على البطيخ الأردني أو اليح الأردني ما شاء الله كل واحدة شكبرها، كان سعره 3.95، اليوم كم؟ درهم و95 وشامل الضريبة. عندنا أيضا الشمام، شمام أردني بدرهمين و95 وشامل الضريبة. أيضا عندنا التفاح الأخضر، التفاح التركي اللي يسوون رجيم، 4 دراهم و95 فلس. تبغي التوفير الحقيقي؟ تعال رامز لغاية 21/8 وحتى كل الأيام. شوف ما شاء الله، 3 حبات نقانق من 10 دراهم، 4 دراهم و95 فلس. رامز للتوفير عنوان: 3 حبات لحم مفروم، 3 من 12/6 دراهم و95 فلس. لغاية 21/8 كل اللي تدور عليه تلقاه في رامز. لحم الخروف السوداني الطازج، الكيلو من 39/32/95 فلس. وعدنا أيضا اللحوم، عدنا لحم استرالي الكتف كامل، ها، من 42/35/95 فلس. في كل فروع رامز، في جميع الإمارات، السمك السلطان إبراهيم، شوف ما شاء الله فريش ولذيذ، 7 دراهم و95 للكيلو من أصل 15، أيضا من أصل 15 درهم، ب98/95 سمك البلطي، والحق ما تلحق عليه. أيضا عندنا العرض على الدياي، ديايتين مع بعض، دجاج سيارة كل واحد 900 جرام، الحبتين من 17/13/95 لغاية 21/8. كل أنواع الأجبان في رامز، شوف ما شاء الله الثلاجة مليانة، الثلاجة الثانية مليانة. عندنا العرض على جبن نادك، 0.5 كيلو و0.5 كيلو، من 28/16/95. أيضا جبن بينار 900 جرام، ما شاء الله الحجم الكبير، من 26/13/95 فلس. أيضا في جميع فروع رامز جبنة فيتا، الكيلو من 15/97 فلس. كل أنواع الزيتون من جميع دول العالم موجود في رامز. عندنا العرض على الزيتون المصري جميع الألوان، من 15 الكيلو 7 دراهم و95 فلس. هذا القسم كامل بطاطا مجمد، العرض عندنا 2.5 كيلو بطاطا العين، من 16/9/95 فلس. كرواسون سادة حجم كبير، 5 حبات في كل بوكس، السعر كم؟ 4 دراهم و95، يعني الحبة أقل عن درهم. من الفرن مباشرة تاخذها حارة وطازجة. كل أنواع البيتزا اللي تخطر على بالك، السعر 4 دراهم و95 لغاية 21/8. قسم المكسرات والحلويات، شوف العرض هني، هذه المكسرات المشكلة، الكيلو كان 55 درهم، الحين 35/95 فلس. عندنا الجوز الأمريكي من 55/29/95. عندنا الزبيب الأخضر، شوف ما شاء الله، من 20 الكيلو 12/95 وأيضا شامل الضريبة. أيضا عندنا قسم السكر أو الشكر، 5 كيلو، هذا قصب سكر، ها، سكر القصب الناعم، من 15/5 كيلو، 9 دراهم و95 فلس. كل أنواع العيش أو الرز موجود عندهم، أسعارهم رخيصة جدا جدا. 5 كيلو عندنا XL، هذا معروف والكل يدور عليه، من 45/21/95. بعطيكم عيش عجيب وغريب وممتاز وشرط تدمنون عليه، 5 كيلو هذا العيش جميل جدا، سعر للعلم أغلى من 32 برا، اليوم 17/95 لغاية 21/8.
ايضا عندنا قسم الطحين، كل انواع الطحين. هذا عندنا طحين رقم واحد متعدد الاستعمالات، 10 كيلو من 28 19.95 وشامل الضريبه. قسم الزيوت، الزيوت غالي هالايام، بس في رامز صرخ في وجه الغلاء، زيت سيرين لتر ونص 7.95 دراهم. في رامز كل شيء مميز وعجيب ورخيص. عندنا الكوزي في كل المحلات يعطونه قلاص واحد، هني قلاصين مع بعض و200 كيس، السعر من 22.12 وشامل الضريبه. ايضا قسم القهوه والنسكافيه، شوف العرض الخطير على نسكافيه جولد، احلى نسكافيه تشربها جولد. انا من محبين هذه النسكافيه للعلم. السعر كم؟ 15.95. في رامز مول وجميع الفروع اسعارهم دائما رخيصه، وعندنا هني 42 حبه كيتكات في هذا الكرتون، السعر كم؟ من 32.21.95. مثل ما قلت لكم التوفير الحقيقي في رامز، قسم المنظفات، قسم كبير وضخم وخصومات ضخمه. داوني 3 لتر كل الالوان من 18.09 دراهم و95 فلس. التوفير الحقيقي والتوفير الجميل في رامز في كل الفروع. تخيل 5 كيلو كرتونين مع بعض صابون الكوزي كل واحد كيلوين ونص من 40.19 و95. ايضا اومو كرتونين مع بعض الشكل الجديد 29.95 فلس. غسيل الصحون لكي فير، هذه من منتجات رامز بروحهم، نوعية ممتازة، لتر ونص من 10 دراهم 4.95 دراهم. أيضا عندنا الكرولكس، هذه قالون كامل من 18.12 و95 فلس. قسم الحفاضات ما شاء الله كبير وضخم وكل أنواع الحفاضات، فاين بيبي الحجم الكبير، جميع الأحجام القياسات متوفرة من 46.33 و95. صرخة في وجه الغلاء، توفير حقيقي، 30 حبة و30 حبة هني، وعندنا هني 92، يعني 122 حفاظة، تخيلوا 56 درهم بس و95 فلس. قسم الأدوات المنزلية أيضا بضاعة جميلة وأسعار أجمل، شوفوا ما شاء الله شحلاته، وشوفوا شحلاته وشعار الدولة ما شاء الله، طقم كامل 6 أكواب و6 فناين 6 صحون مع بعض من 50 40 و95. عندنا هذا الحجم الصغير حق التركش أيضا 6 صحون و6 أكواب وشعار الدولة، وعندنا هذه الأنواع 29.95. عندنا هني الفخامة كلها نوعية جميلة وفي منها عدة ألوان من 49 ب40 و95 فلس. الفخامة كلها في رامز، شوف ما شاء الله في هذا اللون، طقم كامل فناين قهوة فناين شاي، أيضا هذا اللون عندنا، وهذا وهذا كم موديل من 49 40 و95، سيراميك وزجاج 8 دراهم و95، أكبر شوي 16 6 ملال صغار، وهاي الطاسة العودة من 18.95 12.95. في جميع فروع رامز على مستوى الإمارات ما شاء الله، كل اللي تدور عليه تلقاه، منشر الغسيل هذا وهذه ماركته من 52 39 و95 فلس. الجديد والحلو هذا عندهم، شوفوا سطل زبالة وتقدر بعدين تشيل بهالطريقة هاي تودي أي مكان، وسعر بلاش 9 دراهم و95 فلس. في جميع فروع رامز هذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا وهذا، كل اللي يشوفونه 10 دراهم بس 10 دراهم. هني هذه الطوابي كلها ملونة وجميلة ووزن فيها ما شاء الله، السعر 11.95 فلس الطابي الواحد. الحق ما تلحق، النداء الأخير جيك زجاج جميل جدا مع غطاء بدرهمين بس، الفرو 1.5 متر في 60، هذه الألوان اللي موجودة جميلة جدا وناعمة جدا، والسعر من 93.60. تبغي شوي أصغر هذه الصغار، وهذه الألوان 45، وعندنا هذه النوعية ب35 والألوان متوفرة. في جميع فروع رامز أنواع وأشكال السجاد اللي يحب قلبك، من صغيرة لكبيرة جميع القياسات، وأسعارهم رخيصة، معروف رامز في السجاد ما شاء الله أنواع وأشكال. شوف لنا الأخير هناك قسم لسجادات الصلاة، عندنا العرض على هذه ب49 درهم مترين في 3 متر. شوف الموديلات، شوف الجمال، شغل تراثي، شغل جميل جدا، والشغل رخيص ب49 يا بلاش. العودة للمدارس في رامز مع أكبر قسم ما شاء الله للأدوات المدرسية، كل ما تحتاجه تلقاهني، الطاولات، شغلات الزينة، الألوان، مطارات الماي، اللانش بوكس، كل شيء تدور عليه تلقاه في رامز. أيضا عندنا الشنط، شنط الظهر،
شنط فيها تواير، شنط كذا، كل أنواع الأشياء اللي تدور عليها من الوسائل، من كذا، من الألوان، حتى هذا حق التغليف، كل شيء موجود ما شاء الله. الإقلام، الدباسات، البرايات، أسعارهم جدا جميلة للعلم، مش بس للمدارس، حتى للمكتبات، كل شيء تبغي، وأسعار ممتازة جدا. صرخة في وجه الغلاء في رامز، فعلا أشياءهم رخيصة جدا، المكان يستحق الزيارة. أي مكان تكون في الإمارات رامز قريب منك، شوف قسم الدفاتر من الأول لين الأخير، هذه كل أنواع الدفاتر، شوف ما شاء الله، حتى كتب الرسم والكتب العادية موجودة هنا، وأوراق التصوير موجودة عندهم.